البنك الدولي يعلن فوز مشروع توليد الطاقة بأسوان بأفضل مشروعات البنك على مستوى العالم. قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لأمن الكويت. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلنت مجموعة البنك الدولي فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بمبام بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم. من جهتها أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي محافظ مصر في البنك الدولي الدكتور سحر نصر أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة استراتيجية شاملة، إضافة إلى ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصاديات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة القادمة. يهدف مشروع بمبان شمال أسوان لحشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد كهروضوئية في العالم، حيث يستهدف المشروع تدشين 4 محطات رئيسية لنقل الكهرباء بإجمالي 2000 ميجاوات. المشروع الذي بدأ العمل فيه في عام 2015 يقع على مساحة 9000 فدان على الطريق الصحراوي أسوان القاهرة، ينفذه ما يقرب من 39 شركة متخصصة في الطاقة الشمسية. التفاصيل في هذا التقرير. وقع الاختيار على قرية بمبان لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم طبقا لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، إذ تعد قرية بمبان واحدة من المناطق الأكثر سطوعا للشمس في العالم. وبدأ العمل في المشروع عام 2015 طبقا للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014، ويقع المشروع على مساحة 9000 فدان على الطريق الصحراوي أسوان القاهرة، ويقوم على تنفيذ مراحله المختلفة نحو 29 شركة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية. ابتدينا هنا في نص شهر 4، دي كانت التوقيع العقد مع الشركة اللي احنا المقاول العام اللي واخد المشروع. ابتدينا تواجد هنا في نص شهر 6، تمام. طبعا الصعوبات اللي قابلتنا في البداية، احنا بنتكلم على منطقة زي ما بيسموها ريموت اريا، منطقة صحراوية بعيدة عن اي عمار. قابلتنا مشاكل بقى كتير في حتة المية، في حتة التواجد، الخدمات. الحمد لله يعني تغلبنا عليها بمساعدة برضو الناس اللي موجودين هنا، والامور مشيت الحمد لله بشكل جيد لحد الوقت اللي احنا فيه. الحمد لله المشروع ابتدى بيقفل تقريبا دلوقتي. يعني انا كل التركيبات وكل الخلايا دي وكل شغل الميكانيكا انا اللي مركبه. مركب هنا يعتبر 190 الف خليه، 190 الف خليه، زائد المواسير وزائد المواتير وكده، كل ده شغل انا. معايا اكتر من 8 مجاميع، من اول مجموعه الخدمات، ثاني مجموعه تركيبات المواسير، ثالث مجموعه تركيب الخلايا، الرابعه تدبيس الخلايا. الشغل ده جديد في مصر، يعتبر لسه اول شغل في مصر، والحمد لله ربنا وفقنا فيه وكملنا الحمد لله تمام. اول مرحله بتبدا في المشروع خالص هي دراسه الجدوى للمشروع، وبنعمل عمليه كاسات للارض ديت، نعرف طبيعه التربه ايه، هنستخدم ايه فيها، ايه انواع الخلايا اللي احنا هنستخدمها. بنقدر نعرف كل الحاجات ديت من خلال الاختبارات اللي بتتم على الارض ديت. لازم ندرس الارض كويس جدا، ندرس طبيعه الارض هي قريبه من الشبكه ولا لا، الامور دي كلها بتتم دراستها. بعد كده بندخل في مرحله الانشاء الكونستراكشن فيز بقى، بندخل في المرحله ديت بنجهز كل الماتيريال بتاعتنا، بنحطها، بنحط بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، بنجهز المكاتب بتاعتنا لمباشرة الأعمال اللي بتحصل في الموقع. بعد كده بتدخل آخر مرحلة خالص، هي مرحلة التشغيل والصيانة، دي آخر مرحلة في المشروع خالص. يهدف مشروع بمبان لحشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الكهروضوئية في العالم، حيث يستهدف المشروع تدشين 4 محطات رئيسة لنقل الكهرباء بإجمالي 2000 ميجاوات.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 3.4 مليار يورو، وانتهت الشركة المنفذة من 90% من المحطات الأربع الرئيسة، وتعادل الطاقة المستهدفة من مشروع بنبان نحو 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، كما يوفر المشروع نحو 10,000 فرصة عمل عند بدء العمل الفعلي للمشروع. احنا الآن في محطة من محطات الربط لتفريغ توليد الطاقة الشمسية على الشبكة الموحدة. المحطة الواحدة فيها ثلاث محولات، المحول في 175 سعة، المحول 175 ميجا فولت أمبير، المحطة الواحدة 525 ميجا فولت أمبير، في أربع محطات تقريبا هنقول 2000 ميجا فولت أمبير. بيتم نقل الطاقة إن شاء الله عن طريق محطة توليد الطاقة الشمسية بنبان 50 ميجا إلى محطة بنبان واحد عن طريق كابلات إلى المحولات إلى الأبراج الضغط العالي، والأبراج الضغط العالي مربوطة طبعا، نقل الطاقة إلى أبراج الضغط العالي منقولة عن طريق أبراج إلى محطة محولات سلوى وإلى محطة محولات ربط الخزان، وإلى بالتالي لحد مربوطة بالأقصر وجنة وسوهاج إلى القاهرة. احنا هنا في محطة، الموقع بتاعنا حاليا محطة محولات بنبان واحد. احنا هنا عاملين محطات، اربع محطات، محطة محولات بنبان اتنين، محطة محولات بنبان تلاتة، محطة محولات بنبان اربعة. بندي الشبكة الموحدة عن طريق محطتين، محطة محولات بنبان واحد ومحطة محولات بنبان اربعة. بعد كده محطة محولات بنبان اتنين ومحطة محولات بنبان تلاتة مربوطين مع بنبان واحد وبنبان اربعة. ده اللي هو النار. في محطة هنعملها جديد في محطة محولات بنبان 3 جهد 220 على 500، على اساس هنولد، هنرفع الجهد من 22 220 500. دي هندي خط 500 بعد كده عشان يعني تبقى كل الجهود متاحة معنا. أيادي المصرية تواصل العمل ليل نهار من أجل إنجاز المراحل المتبقية من مشروع بنبان، الذي ما كان له أن يصل إلى ما هو عليه الآن إلا بسواعد رجال آمنوا بدورهم في المرحلة المهمة التي تمر بها مصر، مرحلة العمل والبناء. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أعلن تحقيق رقم قياسي في أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 5,300,000 طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 31 سفينة بحمولات تقدر ب 2,100,000 طن، فيما عبرت 37 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات تقدر ب 3,200,000 طن، كما شهدت القناة عبور 11 سفينة عملاقة تزيد حمولتها عن 150,000 طن للسفينة، فيما عبرت 8 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة. شدد مميش على أن متابعة الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير منظومة الخدمات الملاحية البحرية. كما استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار التعاون بين المنظمة والمنطقة الاقتصادية،
لدعم جودة مشروعات البنية التحتية وتعزيز معايير الجودة والسلامة. وجه مميش الشكر لجهود المنظمة في تقديم الدعم الفني والاستشاري لمشروعات المنطقة وما يمثله من تعزيز لأهمية المنطقة وما تمثله للعالم، مضيفا أن المنطقة الاقتصادية بدأ العمل فيها بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة لخدمة العالم ودفع عجلة الاقتصاد القومي بهدف الاستفادة من موقعها بين قارتي إفريقيا وآسيا والتي يمر فيها 20,000 سفينة سنويا. مميش أشار إلى نجاح المنطقة في تحقيق طفرة على مستوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس أهمية توسيع العمل مع الشركات العالمية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية وفقا لاستراتيجية 2030. جاء ذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي لبنك مصر أوروبا، حيث بحثا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية وتنقية المياه والسكك الحديدية والأنظمة الذكية وإنتاج السيارات الكهربائية. وأكد المسؤول الأوروبي اهتمام البنك بتمويل الشركات الأوروبية الراغبة في التعاون وفي الشراكة مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات الري وترشيد المياه. بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي القادم، وبحث الخطة الاستثمارية لتحقيق رؤية مصر 2030. أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الموازنة القادمة تستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام ودفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية. وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الموازنة الجديدة ستركز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية، كما أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد ضرورة أهمية المرتكزات الأساسية لوضع الخطة الاستثمارية بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030. أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقرير لها، أعلنت تأسيس وتوسيع 2172 شركة في شهر فبراير الماضي باستثمارات بلغت 6,300,000,000 جنيه. وأوضح التقرير أن قيمة استثمارات المصريين خلال فبراير 2019 بلغت 3,900,000,000 جنيه بنسبة تقدر ب 84% من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع يقدر ب 55% عن الشهر المماثل في 2018. أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن الوزارة
مستمرة في استراتيجيتها للنهوض بصناعة البتروكيماويات والاستكمال خططها التوسعية التي تستهدف تنفيذ أربعة مشروعات جديدة خلال السنوات الأربع القادمة باستثمارات تقدر بمليار ونصف مليون دولار. جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثالين ومشتقاته إيفيكو. وشدد الوزير على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ التوسعات الجديدة مع شركة إيثيتكو ومشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية البتروكيماوية لما لها من مردود اقتصادي كبير، وكونها تسهم في دعم وتحسين الاستفادة المثلى من فائض إنتاج الغاز الطبيعي المصري بعد ربط مراحل إنتاج جديدة لحقول الغاز بالبحر المتوسط على الشبكة القومية الخاصة. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار أن التعاون مع وزارة النقل يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطن وللارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير النقل المهندس كامل الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية. من جانبه أكد وزير النقل أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية، حيث سيتم الانتهاء من كافة المحطات 86 التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتطويرها في العام الحالي والانتهاء من أعمال التحكم ل 295 مزلقا في يونيو 2020. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مشروعات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وأيضا تم بحث مشروعات المياه والصرف بالمحافظة. أكد محافظ جنوب سيناء الانتهاء من تنفيذ 9136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بمليار وخمسمائة مليون جنيه، فيما أشار المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه يتم تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة تقدر بثلاثة مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليون جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 15 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة مليار وأربعمائة وخمسة وخمسين مليون جنيه، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة تقدر بمائة وستين مليون جنيه.
أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في الدولة، وتعكس نظام الدولة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة وليس تعاليم دينية، بل هو اجتهاد قابل للتعديل. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي للجنة الخاصة بالشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وأكد عبد العال العمل من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى هي إقرار مبدأ التعديل، والمرحلة الثانية هي صياغة التعديلات، وتمتد لمدة 60 يوما في اللجنة التشريعية. وأضاف عبد العال أن هدف الحوار المجتمعي هو الوصول لأفضل الصياغات، بينما ثمن ممثل الأزهر على هذه الخطوات لأن المناقشة دليل على التعاون بين أبناء الأمة الواحدة، فيما أكد ممثل الكنيسة وجود ملاحظات على صياغة المادة رقم 102، هذه المادة المتعلقة بالانتخاب بالنظام الفردي والقائمة. مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية سالامون بطمى شمالي سوهاج يعد أحد نماذج الشراكة ما بين الحكومة والجهات والهيئات المانحة، ومن بينها الوكالة الأمريكية للتنمية. في قرية سالامون بطمى شمالي محافظة سوهاج تم افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الذي يعد أحد نماذج الشراكة بين الحكومة والجهات والهيئات المانحة ومن بينها الوكالة الأمريكية للتنمية. المشروع الذي تصل تكلفته لخمسين مليون جنيه يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وخط طرد وشبكات انحدار بأطوال تصل إلى 10,000 متر. ومن المقرر أن يخدم المشروع 23,000 نسمة. المشروع هو عبارة عن محطة صرف صحي متكاملة من أول خط الطرد والشبكات الانحدار والوصلات المنزلية، عشان المشاهدين يبقوا عارفين احنا المحطة دي بتخدم 23,000 نسمة، والجميل فيها ان طاقتها طاقتها الاستيعابيه تقدر تشتغل لغايه سنه 2060 بطاقات اعلى للتوسعات العمرانيه المستقبليه المتوقعه. وهو ده اللي بيطمننا ان المشروعات مش بتتعمل عشان 5 و10 سنين، لا، علشان يعني دي مشروع استراتيجيه وكبيره وتكلفتها عاليه. يعني تكلفه المحطه 2.8 مليون دولار تقريبا 50 مليون جنيه مصري، التنفيذ من خلال استشاريين مصريين. وده برضو بيأكد لنا ان احنا قادرين على تنفيذ محطات مياه متكاملة بأيادي مصرية وبجودة يعني فائقة، يعني الشركة القابضة بتنفذ مشروعات كتيرة جدا. الحكومة المصرية عاملة دعم قوي جدا للقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خصوصا في مناطق الصعيد، ويمكن احنا خلاص تم توقيع عقود كتيرة جدا من خلال قروض ومنح تم إتاحتها لمناطق الصعيد. عندنا البنك الدولي شغال ان شاء الله في سوهاج واسيوط، وانا ان شاء الله عندنا الاتحاد الاوروبي في شغال في يمكن في 4 محافظات برضه في الصعيد كلها، من المنيا سوهاج اسيوط انا. عندنا بعض المشروعات الاخرى اللي احنا من تمويل من الحكومه المصريه، كل ده الهدف منه ان احنا نرفع نسبه التغطيه بتاعه الصرف الصحي في القرى، بحيث ان احنا ان شاء الله عندنا اهداف لازم نحققها ان شاء الله على سنة 2022. بأيدي مصرية تم انجاز مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في قرية سالامون باطمة، وقد صمم بشكل يسمح بإقامة توسعات مستقبلية تضمن بقائه حتى عام 2060 طبقا للدراسات الفنية. المشروع ده تمويل الوكالة الامريكية. تمويل الوكالة الامريكية ده مشروعات بيتم اختيارها بالتنسيق مع الشركة القابضة والوكالة الأمريكية للمناطق اللي هي الريفية اللي هي متضررة من عدم وجود الصرف الصحي. وزي ما حضرتك تعرفوا ان احنا القرى المخدومة دلوقتي حوالي 7% من القرى. قرية سالامون احدى قرى مركز
طمة. اتعمل فيها المشروع بتكلفة مالية 50 مليون جنيه، مدة تنفيذ الفعلية على الأرض حوالي سنتين. المشروع بيخدم حاليا 23,000 نسمة، 2000 وصلة منزلية صرف صحي. وفي الفترة الأخيرة أقامت الدولة العديد من المشروعات العملاقة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج ضمن خطط تنمية الصعيد، ومنها محطات معالجة المياه في غرب طهطا وغرب جرجا وجهينة والبلينة. والهدف يبقى دائما هو توفير حياة كريمة لكل المواطنين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بروتوكول تعاون لإقامة خزان مياه أرضي بمنطقة البراجيل، وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. أكد محافظ الجيزة أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 25 مليون كجزء من مشروع تطوير منطقة أرض اللواء، مشيدا بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات. فيما أشارت الدكتور نيفين جامع إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهرا، وأن الأعمال ستحقق فرص عمل أثناء تنفيذها. ده من ضمن عدة عقود أو من خلال عدة تعاقدات ما بين الجهاز وما بين المحافظة لتنفيذ أعمال كلها تخص البنية التحتية في المحافظة وفي أحياء عديدة، زي ما سيادتك نوهت وحضرتك قلت إن احنا لدينا الكثير من الأعمال في أحياء مبابة ميت عقبة وآخرين. النهاردة الشغل اللي احنا هنعمله معانا جهة وسيطة وشريك وهي شركة المية، هنعمل الشغل ده في أرض اللواء بتمويل من جهاز تنمية المشروعات، منحة في حدود 24 مليون، هو تكلفة المشروع كله 25 مليون و200، منهم 24 مليون متاحين كمنحة من الجهاز. المنحة دي من خلال الاتحاد الأوروبي بتفويض من الوكالة الفرنسية، والغرض من استخدامها زي ما معالي الوزير نوه ان احنا بنحاول نؤهل البنية التحتية لأهالي محافظة الجيزة. الجهاز له مشروعات ويعني كثيرة في الجيزة، سواء في القروض للشباب، ويمكن اللي وصلت لمبلغ يقارب على 1,300,000,000 جنيه، ويعني ده استفاد منه عدد كبير من الشباب، وده بنلمسه يمكن في جولاتنا وبنشوف نماذج ناجحة لي موجودة ومشرفة لشبابنا في هذا الكلام. تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي نتائج برنامج أطفال بلا مأوى مع فرق العمل المشتركة والتدخل السريع. أشار التقرير إلى وصول عدد إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل إلى 9,043 حالة مشرد وطفل بلا مأوى، من بينهم 179 حالة في يوم أمس على مستوى المحافظات. وأضاف التقرير أن محافظة القاهرة ما زالت تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها. أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تنظيم داعش الإرهابي يعد من أكثر التنظيمات التي استغلت هجوم مسجدي نيوزيلندا الإرهابي لصالحه، حيث سعى إلى التحريض على القتل والانضمام للتنظيم والدعوة للهجرة إليه. وأوضح المرصد أنه فور وقوع الحادث تم رصد تكثيف هائل من عناصر التنظيم الإرهابي لبث رسائل التحريض على العنف والانتقام، مستغلين حالة الغضب الشديد التي تجتاح العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى استثمار الهجوم في تجنيد عناصر جديدة.
ثمن وزير الخارجية سامح شكري جهود السلطان قابوس بن سعيد في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، واصفا دور سلطنة عمان بالإيجابي والمؤثر. شكري أكد في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن العلاقات بين البلدين أخوية وتاريخية، حيث ساهمت السلطنة في تعزيز التضامن العربي من خلال التفاهم والحوار. وأشار شكري إلى اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس، حيث تناول الزعيمان الفرص الجديدة في العديد من المجالات. وأكد شكري أن لدى الجانبين الرؤية المتشابهة في كيفية حل الصراعات وما يتصل بتكثيف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب. أعلن الاتحاد الليبرالي العربي اتخاذ مصر مقرا دائما للاتحاد تقديرا لدورها التاريخي والاستراتيجي في قيادة العالم العربي وإفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الليبرالي العربي بالقاهرة، الذي أكد على التمسك بمبادئ الحرية ومبادئ الديمقراطية التي أنشئ من أجلها الاتحاد، فضلا على موافقة على المواقف الثابتة في محاربة الإرهاب والتطرف الفكري. وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي محافظي المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وجههم بأهمية المتابعة اليومية للحملة وتذليل أي عقبات. أكد الوزير أنه تم التنسيق مع مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظات والتدريب الكامل للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المبادرة ودورها الهام في الاطمئنان على صحة المواطن والقضاء على فيروس سي. افتتح محافظ المنيا اللواء قاسم حسين مستشفى مصر المحبة بمركز بني مزار، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. أكد المحافظ أهمية الدور الذي تلعبه الكنيسة من خلال المساهمة في العديد من المجالات وبالأخص المجال الصحي، لما يعود بالنفع على المواطن. وأشاد المحافظ بما تقوم به الدولة من مجهودات في المجال الصحي، منها مبادرة نور حياة للكشف عن أمراض العيون ومبادرة 100 مليون صحة. ناقش محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين مع القيادات التنفيذية في المحافظة نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومتابعة موقف المشروعات المنفذة. وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كافة جهات العمل المختلفة ومضاعفة الجهود وتكثيف حجم الأعمال لتنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها والإسراع في الانتهاء منها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة مستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة ورؤية استراتيجية تستطيع أن تحقق رغبات المواطن وأن تحقق طموحات المواطن. لأول مرة بجامعة دمياط تم تعيين فاطمة أحمد مصطفى رجب كمعيدة بقسم إدارة الأعمال شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة، وهي من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة بناء على توجيهات القيادة السياسية. المزيد في هذا التقرير.
كان قرار تعيين فاطمة أحمد مصطفى رجب معيدة بقسم إدارة الأعمال شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة قرارا مهما بالنسبة لها، فلم تكن تتوقع أن يتم تعيينها كمعيدة في جامعة دمياط. أول ما جالي خبر التعيين كنت فرحانة جدا، لأن حققت هدفي إن أنا طلعت الأولى على كليتي على شعبة إدارة الأعمال قسم اللغة الإنجليزية بجامعة دمياط. طبعا شعوري ساعتها كان شعور إن أنا حققت حلمي بإمكانياتي دي بقدراتي دي. فاطمة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة حصلت على الترتيب الأول بين زملائها، وجاء تعيينها في أول مرة يتم فيها تعيين أصحاب القدرات الخاصة في هذا المنصب بإحدى الجامعات على مستوى الجمهورية. الرسالة بوصلت لها إن الإعاقة دي بس مجرد كلمة في القاموس، وإن الإنسان ما ينفعش يستسلم لإعاقته. ممكن الإعاقة دي تكون ذهنية، يعني ممكن تكون جسدية، ممكن تكون في البصر. الإنسان مش مفروض إن هو يقف عند الإعاقة بتاعته، وإن هو المفروض يكمل حياته ويكمل أيامه عادي. ويكون رسالته ان الاعاقه دي بس مجرد اختبار من ربنا، وانا فوق اي اعاقه وفوق اي اختبار. واحتراما لظروفها الخاصه، فقد انتقل رئيس الجامعه لتقديم التهنئه لها، ورحب بها للعمل بداخل الجامعه، وحثها على المزيد من التفوق في دراستها وفي مجال البحث العلمي. فاطمة من ذوي القدرات الخاصة وتحصلت على المركز الأول في كلية التجارة لغة إنجليزية، شعبة لغة إنجليزية، والحقيقة إن كان ليها فرصة إن الجامعة تعينها معيدة بالجامعة، وإحنا لنا كل الشرف إن نكون أول معيدة من ذوي القدرات الخاصة تعين في جامعة دمياط، وهذا يؤكد على أن الجامعة تهتم بكل أبنائها، وعلى أن كل إنسان له حق لابد أن يأخذه في هذا العصر وفي هذه الجامعة، وفي ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من العام الفائت عاما لذوي القدرات الخاصة. فإذا بأول معيدة في جامعة دمياط تعين من ذوي القدرات الخاصة تكون في ذلك العام، ونحن نرحب بها كعضو مساعد لأعضاء هيئة التدريس. الموقف نفسه تكرر أثناء تكريمها بمناسبة احتفال المرأة المصرية في 100 عام الذي أقامته جامعة دمياط، وكرمت فيه عددا من الطالبات والفتيات والعاملات في الجامعة من بينهن فاطمة أحمد مصطفى رجب. حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خطورة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي تشجع على القتل والعنف، وأشار إلى ما ظهر في طريقة تصوير وعرض هجوم نيوزيلندا الإرهابي. لفت المركز إلى أن بعض هذه الألعاب يشجع على الكراهية والعنصرية وعلى ازدراء الأديان، الأمر الذي يستدعي ضرورة اهتمام المربيين والدعاة وكل فئات المجتمع بنشر الوعي لحماية الأبناء من مفاسد هذا النوع من الألعاب. كرم محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، كرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وهذا خلال الاحتفال الذي أقيم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة. قال محافظ كفر الشيخ في تصريحات لإكسترا نيوز إن الاحتفال شهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات، من بينهن 10 أمهات مثاليات و84 من أمهات الشهداء من أبطال الجيش والشرطة. الحقيقة طبعا يعني مهما عملنا من احتفال ومهما عملنا من تكريم للأمهات، لا يمكن على الإطلاق أن نوفي الأمهات حقهم. احنا النهاردة كان عندنا حفلة فيها 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، كمان كرمنا 84 أم شهيد سواء كان شهيد جيش أو شهيد شرطة. فالحقيقة النهاردة كان في تكريم ل 94 أم على مستوى محافظة كفر الشيخ. أنا فخور الحقيقة أن أنا عملت الحفل دوت بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية والسادة أعضاء مجلس النواب، كل قيادات المحافظة، القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية كانت حاضرة، ويمكن الكلمات كلها كانت كلمات معبرة ومؤثرة بشكل غير عادي.
كل عام وكل أم بألف خير. على وقع مختارات من الأعمال الفنية الوطنية، نظمت وزارة الثقافة احتفالية بدار الأوبرا في إطار إحياء ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919. المزيد في هذا التقرير. في إطار إحياء وزارة الثقافة لذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى أقيمت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وأحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي. لكن طبعا هي مناسبة عظيمة جدا، كل الناس الكبار القدام هم اللي هيحسوا بالفترة دي، لكن دلوقتي بقى احنا بنحاول نخلي كل الناس، نرضي كل الناس ويعرفوا من خلال ان شاء الله من خلال الاغاني اللي احنا مقدينها وعاملينها، يعرفوا ان كان في يعني ممكن تكون ناس مش واخده بالها من الفترة دي، من خلال الاغاني دي هينتبهوا، ده وجهة نظري يعني، هينتبهوا ان ده ما كانش حدث عادي، ويبتدوا يشوفوا ايه الموضوع ده، ايه الثوره دي، ايه اللي حصل. فلا هي مناسبه عظيمه جدا يعني، وطبعا بشكر الاوبرا ان هم فكروا في حكايه زي كده يعني، في موضوع زي ده ان احنا نلقى ليه الضوء يعني، ده موضوع جميل يعني. الحقيقة أنا بحس أن الأوبرا المصرية هي زي ما بتقولي خير من يقدم هذا النوع من الأغاني، يعني الأغاني الوطنية، الأغاني الحماسية اللي محتاجة آلات موسيقية معينة تعبر عنها بالشكل لائق، وكمان كورال كبير، وطبعا النهاردة معنا كمان المايسترو محمد الموجي، فيعني أحسن مكان ممكن يقدم الأغاني الوطنية طبعا. الاحتفالية تضمنت مختارات من الأعمال الوطنية التي نجحت في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، وكانت نتاجا للمشاعر الحماسية الثورية التي ميزت مراحل في تاريخ مصر الحديث، منها أم يا مصري، سلمى يا سلامة، تعيش يا مصر. الحاجات دي بتفكرنا وبتخلينا نذاكر تاريخ اكتر، وبتخلينا نعرف الجيل بتاع الايام دي اللي ممكن انا يعني الجيل اللي بعدي بشويه كتير يعرفوا ايه الثوره بتاعه 19، مين هو سعد زغلول. الحاجات اللي كنا بندرسها في المدرسه لا لما تتعرض على الاوبرا وتتقدم كفن دي بتفرق في ثقافه الشعوب، فاعتقد انها مناسبه مهمه جدا ومهم قوي، وانا كنت محظوظ ان انا اتكلف باخراج هذا الحفل. احنا تحديدا في غنى الاغاني الوطنيه دي احنا اصلا ماشيين على المسرح عندنا حماسه اصلا، يعني ان احنا نخش ونغني غير بقى الاغاني الحب والاغاني الثانيه، فاحنا كمطربين كمان يعني انا لما بغني ورايا الكورال بيردوا بيقولوا حاجه انا جوايا بحس ان انا عايزه يعني عايزه ازعق في المايك يعني، فبغني باكثر باور عندي كمان. خطة متكاملة أعدتها وزارة الثقافة للاحتفال بمئوية ثورة 19، وتستمر طوال شهر مارس الحالي، وتتضمن فعاليات متنوعة في جميع مجالات الفكر والفن، ستقام بمختلف المحافظات وتنظمها جميع هيئات وقطاعات الوزارة. أكد سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ضرورة العمل المشترك لتعزيز ونمو العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض، وخلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومع رؤساء تحرير الصحف، شدد السفير السعودي على عمق العلاقة التي تجمع ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي، ومؤكدا قوة هذه العلاقات على المستوى الشعبي والرسمي. استقبل أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وبالأخص الأوضاع في سوريا واليمن. بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الكويتي الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. ثم عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثتهما. أكد خلال المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لأمن الكويت، وأكد العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. بينما أكد وزير الخارجية الكويتي تطلع الكويت إلى زيادة حجم استثماراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عقدنا جلسة مباحثات ثنائية تناولنا فيها سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة أهم المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أن الأزمة اليمنية كانت حاضرة في مباحثاتنا، متشاطرين الرأي بأهمية وضرورة الحل السلمي وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 22/16. كما بحثنا الوضع في سوريا والمأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري الشقيق وضرورة بسط السلام والأمن والاستقرار في سوريا وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة والعلاقات الخليجية الإيرانية وجهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط. وأكدنا على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن حيال تلك القضايا. علاقات الدفاع بيننا مهمة على وجه التحديد، حيث تستضيف الكويت آلاف العناصر العسكرية الأمريكية المشاركين في محاربة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى. نحن نكثف تعاوننا لمنع التهديدات السيبرية ليس فقط لأمننا وإنما أيضا لرخاء شعبينا. وفي وجه هذه الأخطار، الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأمن الكويت، وفي نفس الوقت أود أن أمدح الكويت لاتخاذها مبادرة ذاتية لحل بعض القضايا والمشاكل في المنطقة بما فيها في اليمن وسوريا وإيران والعراق. نحن ننسق عن كثب مع الكويت كعضو في مجلس الأمن حول العديد من القضايا الخاصة بالأمن والسلام الدوليين. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عقد ملتقى لجميع الأطراف الليبية للاتفاق على خارطة الطريق بمدينة غدامس بحضور الليبيين فقط. قال أيضا إن المؤتمر سيعقد ما بين 14 و16 من إبريل القادم، معربا عن أمله أن يكون هذا الملتقى هو الخلاص الواضح لعملية التشاور بين مختلف الأطراف الليبية. يعقد الملتقى في مدينة غدامس، سيحضره ليبيون، لن يكون هناك من وجود غير ليبي داخل الملتقى، وهذا أحد مطالب الليبيين. سيعقد على الأرض الليبية، وهذا أيضا مطلب جاءنا من الأكثرية الساحقة ممن تشاورنا معهم من الليبيين، وستكون مخرجاته ليبية، بمعنى أنها ستكون نتيجة توافق بين الحاضرين حول عدد من الثوابت الوطنية وحول خريطة طريق سياسية للأشهر المقبلة. طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مجلس العموم بتأجيل موعد اتفاق بريكزيت إلى 30 من يونيو، وأكدت ماي خلال كلمتها أمام الجلسة الاعتيادية للبرلمان أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم الاقتصاد البريطاني. We'll be right back.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. أضاف خلال كلمته في مؤتمر نزع السلاح بجنيف أن بلاده لن تدخل في سباق في التسلح مع الولايات المتحدة. نعتبر ذلك أمرا ضروريا لأن العالم الآن يعيش في حالة غير مستقر، وخلافا لما سمعتم في هذه القاعة نريد أن نؤكد على أن روسيا مستعدة لمثل هذا الحوار، وقبل كل شيء ونريد أن نتفق مع الولايات المتحدة من شأن الأسلحة النووية استراتيجية، وعلينا ننطلق من القواعد والمبادئ التي اتفقنا حولها في السابق، ولا بد من الإرادة السياسية لروسيا للولايات المتحدة، ونحن نتحمل كل مسؤولية عن الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار العالمي ونواص البذل الجهود في هذا المجال بشكل مستمر، وأبدينا عددا من المبادرات المهمة. للأسف الشديد لا يصغي الغرب إلينا، ولا نريد فرض إرادتنا على أحد، ونعتقد أن مقترحاتنا بإمكانها أن تكون أساسا للمباحثات القادمة. أعلنت كازاخستان رسميا تغيير اسم عاصمتها إلى نور سلطان بدلا من أستانا، تيمنا بالرئيس المستقيل نور سلطان نازاربايف. جاء ذلك وفق اقتراح الرئيس الجديد قاسم توكايف الذي أدى اليمين الدستورية اليوم رئيسا مؤقتا للبلاد. كان الرئيس السابق نور سلطان نازاربايف أعلن استقالته عن منصبه بعد 30 عاما تولى فيها هذا المنصب. تأتي اليوم الذكرى 24 على فوز الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالانتخابات الرئاسية التي أقيمت عام 95، حيث استمر جاك شيراك في الحكم حتى عام 2007. المزيد في سياق هذا العرض. فرنسا هي المحطة الأخيرة في هذه الجولة الإخبارية، وهذه هي العناوين. البنك الدولي يعلن فوز مشروع توليد الطاقة بأسوان بأفضل مشروعات البنك على مستوى العالم. قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعم بلاده لأمن الكويت. للمزيد من التفاصيل تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.